المحلي أو المستثمر الغير محلي لهم جميع الحقوق وعليهم كامل الالتزامات، والخدمة لمن يتقدم أولا، يعني first come first serve زي ما يقولوا، أي بالنسبة للطلب. المدة الإصدار الرخصة محددة بشهرين في معظم بعد التثبت من الأرض اللي عليها رخصة غير مستثناة من التعدين. الوزارة ما تطلب ما صرفته من السابق على الموقع، لأنه هناك أعمال مسح وتنقيب بتكلف الدولة، ما تطلبها من المستثمر. الوزارة ما تشارك المستثمر في أرباحه أبدا. الضريبة نفس ضريبة الدخل حوالي 20% أو 20%. الأجور السطحية يعني في صالح المستثمر، لأنه الكيلومتر المربع ب10,000 ريال الأجور السطحية، والمقابل المالي أيضا يعني مناسب جدا. الوضع الراهن بالنسبة للرخص الصادرة من الوزارة، لدينا أكثر من 2000 رخصة تعدين صادرة. هذه الرخص تغطي 106,000 كيلومتر مربع. لما نقول 106,000، طبعا هذه مساحة كبيرة جدا، يعني إذا أخذنا في الاعتبار على سبيل المثال يعني لبنان مساحتها 10,000 كيلومتر، نحن رخص لما الحين 106,000 كيلومتر مربع، فيريك ضخامة المساحات الممنوحة. ممنوحة لحوالي 850 مستثمر. الخامات، كمية الخامات، نحن في العالم العربي الأول في كمية الخامات المستغلة. العام الماضي استغلت 430 مليون طن من الخامات المعدنية. رخص الكشف برضو حجمها كبير، 460 رخصة كشف، كل رخصة 100 كيلو متر مربع. ورخص التعدين وصلت إلى 81 رخصة. المناطق اللي حجزناها للمستثمرين في جميع مناطق المملكة تصل إلى 65,000 كيلو متر مربع وفي 340 موقع. إن شاء الله المعلومات ما تكون مملة يعني، ويمكن صحيح. طيب حاجة تشجع يعني. عدد رخص أو عدد مناجم الذهب 10 مناجم، منها 6 الآن شغالة و4 إن شاء الله في قادما. البوكسايت اللي صناعة الألمنيوم 3 رخص، الفوسفات رخصتين. بالنسبة للنحاس والزنك هناك منجمين الآن، تنتج المنجم ينتج الزنك في نجران في منجم المصانع، ومنجم جبل صايد ينتج النحاس في منطقة المدينة المنورة. حوالي 27 رخصة للجبس. لو يمكن الأخوان اللي لهم علاقة بالصناعة، قبل 20 سنة ما كان عندنا الشركة الأهلية للجبس، لها مصنعين في ينبع، وفي واحد في ينبع واحد في منطقة الرياض. الآن 27 منجم لإنتاج الجبس. كذلك ما كان عندنا إلا واحدة رخصة للملح. يمكن تشوفوا ملح ساسة، هذا اللي كان في خليج سلمان، هو المنجم الوحيد اللي كان ينتج الملح. الآن لدينا 11 منجم، لأنه في المنطقة الشرقية كل السبخات تم حجزها لصناعة الملح. الوضع الراهن برضو من النتائج العام الماضي، حوالي 153,000 أونصة من الذهب، 154,000 أونصة من الفضة. لو لاحظنا إنتاج الإسمنت وصلنا إلى 60 مليون طن. برضو المملكة العربية السعودية بفضل أعمال المسح والتنقيب واستكشاف خامات الإسمنت والتنمية الموجودة بها، وصلنا نحن الآن رقم واحد. العام الماضي صرنا الأول في العالم العربي في إنتاج الإسمنت، وصرنا السابع على مستوى العالم في إنتاج الإسمنت. حاملين الرخص من الوزارة بلغت إيراداتهم 30 بليون ريال، وبلغت أرباحهم ما يزيد عن 10.5 بليون ريال. أما بالنسبة للاستثمارات حاملي الرخص التعدينية تزيد عن 250 مليار ريال سعودي. هذا طبعا النمو الواضح خلال السنوات الماضية. نلاحظ رخص الكشف اللي هي رخصة تمنح لمئة كيلومتر، كانت في عام 2005 30 رخصة، في خلال 10 سنوات من 30 رخصة إلى ما يزيد عن 440 رخصة، أي أنه
الجروث 31% معدل. طبعا رخص الكشف نلاحظ عندنا الرقم من اللي من في يسار الشاشه 459 رخصه، نلاحظ انه 389 رخصه على الذهب، وهذا يبين ايش راح يكون في الاعوام القادمه، ايش راح يكون عندنا مناجم ذهب باذن الله. يعني العدد الاكبر للاستكشاف للذهب والمعادن النفيسة. رخص التعدين الآن الحالية نلاحظ أنه نصف العدد 10 رخص أيضا على المعادن النفيسة. هذه رخص محاجر المواد الخام اللي هي قلنا أنه يعني حلت خاماتها ومنتجاتها محل المستورد، الزجاج، أحجار الجيرية بجميع أنواعها، البلوك، الإسمنت، الجبس، الإسمنت الأبيض. طبعا ما كان عندنا إسمنت أبيض كمان قبل 15-20 سنة ما كان، الآن هناك مصنعين للإسمنت الأبيض، مصنع في منطقة فرسان ومصنع في منطقة الرياض، وتنتج الاثنين حوالي 400,000 طن من تغطي جزء كبير من إنتاج من الاستهلاك السعودي. هذه المناجم الصغيرة لدينا الآن 67 منجم صغير، معظمها لخام الجبس، وهناك لخام الملح وللصناعات الفخارية. طبعا هذه رخص محاجر مواد البناء هي الرخص السائدة، لأنه التنمية العمرانية اللي احنا نشهدها في المملكة العربية السعودية خلال العقود الماضية والآن حاليا تنمية عمرانية كبيرة، فتحتاج إلى مواد البناء. هذه أنواع مواد البناء وعدد رخصها. نلاحظ أنه أكبر عدد اللي هي مواد الكسارات 1074 رخصة كسارة. السبب أنه أي منشأة، هذه المنشأة مثل جامعة الملك، تحصل لو وزنتها تحصل 70% منها مواد كسارات، يعني 70% والباقي حديد وألمنيوم وغيره، لكن البحص والرمل هو اللي بيشكل الكتلة لأي منشأة عمرانية. طبعا التوجه في صناعة التعدين العالمية كانت زمان الدول هي التي تستغل وتنتج وتعمل الفيزابيليتي ستدي، لكن التوجه العالمي في العشر سنين الماضية الشركات القطاع الخاص هو المسؤول الأول، وهو القائد للتعدين في العالم. لذلك نظام التعدين السعودي لا يتيح للدولة أن تستغل الخامات أو أن تستخرجها، فقط المستثمر. لكن طبعا أهم حاجة قبل التعدين وقبل الاستغلال الكشف. لو بحثنا في العالم وجدنا أنه كندا وأستراليا وتشيلي والصين و الولايات المتحدة من أكثر الدول إنها تنفق على أعمال الكشف. إذا أنفقت على أعمال الكشف أو أنفقت الشركات على أعمال الكشف يكون النتيجة تجد إنه أكثر الدول أو المتقدمة في التعدين هي الدول اللي هي يعني صرفت كثيرا على أعمال الكشف. كل دولة لها مقومات، دولة لها مقومات زراعية، دولة لها مقومات في الثروة السمكية، في دول لها في البنوك والهبس والمطارات والده. نحن طبعا عندنا مقومات كبيرة بإذن الله، أهم مقومة عندنا عقيدتنا الإسلامية وديننا وشبابنا، وأما اقتصاديا البترول والغاز والتعدين، ولا يمكن مقارنة التعدين بالبترول، هذا ما هي مكان للمقارنة، نسمع ذلك كثيرا ولكن ليس، ولكن التعدين هو يعني جزء يعني أساسي في دعم الاقتصاد الوطني، وسيكون له شأن أكبر بإذن الله. مقوماتنا في المعادن الموجودة أمامنا، المركبات الصناعية، في الأسمدة، في المعادن الفلزية، في مواد البناء، ويعني مثلا في بعض الدول تحصل مقوماتها في الفحم، أو تحصل مقوماتها في المعادن المشعة، أو تحصل مقوماتها في خامات مختلفة
نحن مقومات تركز على أكثر شيء المعادن الفلزية، صناعة الأسمدة وصناعة مواد البناء والمركبات الصناعية. أهم سمات الاستثمار في مجال التعدين أنه هو يحتاج لتمويل ضخم، كذلك أي خام يستخرج لا يمكن استعادته. مخاطر كبيرة، ولكن استثمار طويل الأجل واستثمار مربح. ما في تنبؤ بالأسعار، أنت شايف أسعار الذهب مثلا تكون كانت 1900 وصل الدولار، وبعدين نزلت إلى 200 ومش عارف إيه، وطلعت ونزلت، في فلكشويشن في الأسعار دائما، فما في تنبؤ دائما في الأسعار. التعدين دائما يكون في مناطق نائية بعيدة عن المدن، فلذلك هو صناعة غير تقليدية، لكنه هو استثمار جيد واستثمار طويل الأجل. أهمية قطاع التعدين أنه بيزيد الناتج الإجمالي المحلي، وبيساعد الدولة على نقل التقنية، وبيساعد في استكشافات جديدة، بيساهم في التوظيف خاصة في المناطق النائية، بيساهم في زيادة الصادرات وزيادة الإيرادات وتطوير المناطق النائية. التعدين في المملكة ليش؟ يعني يجي مستثمر يقول لك ليش أنا أستعدن في المملكة؟ الأمن، الأمن اقتصادي وأمن سياسي. توفر الأمن في المملكة هذا أكبر محفز للاستثمار في، ولله الحمد. إضافة لذلك المؤشرات والرواسب الموجودة في المملكة اللي تم استكشافها، إضافة لذلك توفر الطاقة، الطاقة يعني مختلفة عن أسعار الطاقة في خارج المملكة. أنا كنت خارج المملكة قبل 3 أيام، مليت سيارة ديزل ب41 يورو، 1.4 يورو اللتر، فالطاقة عندنا سعرها مناسب جدا لأعمال التعدين. تكلفة العمالة يعني مناسبة عندنا، عندنا اقتصاد حر في المملكة ولله الحمد، يعني ترحل أموالك يعني ما في عندنا الإشكالات. حقوق انفرادية، إذا أخذت الرخصة لك حقوق انفرادية في 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 موقعك. كيف يصبح التعدين داعم ثالث للاقتصاد الوطني؟ بإذن الله تسعى وزارة البترول والثروة المعدنية بإعداد استراتيجية شاملة للتعدين، تسعى إلى تسهيل الإجراءات، إيجاد الوسائل لتسهيل الإجراءات، تطوير البنية التحتية بمساعدة جميع الجهات الحكومية المعنية، تحسين قواعد المعلومات بحيث أنها تكون القواعد كلها إلكترونية، وبدأت في هذا الاتجاه. ترويج موجه محلي وعالمي، ترويج موجه لخامات معينة لشركات محددة، ووضع حوافز مالية للمستثمرين. إذا توفرت هذه بإذن الله الرؤية، يكون هناك إيجابيات، يكون في بيئة مستدامة، وفي خلق فرص عمل أكبر للخريجين والكوادر السعودية، في تكامل لسلسلة الصناعات التحويلية، ويزيد التصدير للخامات المصنعة وليس للخامات بشكلها الابتدائي، ويكون هناك تطوير للمناطق النائية. أرجو أني ما أطلت عليكم في حديثي، ولكم جزيل الشكر والتقدير. شكرا سعادة المهندس سلطان، حقيقة معلومات جيدة وجاءت من خبير جيولوجي وهندسي واقتصادي وإداري في نفس الوقت. حقيقة بحكم عضوية مهندس سلطان شاولي في عضوية اللجنة الاستشارية لكلية الهندسة، هو أكاديمي رائع، يعني بسط المعلومة بطريقة سهلت فهم الموضوع لغير المتخصصين، فلك الشكر الجزيل.
يمكن مع وجود أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات في هذه المحاضرة، ذكر مهندس سلطان لأكثر من مرة فرص العمل، ومن ضمن الإيجابيات والأهداف والأولويات وتمحورت الرؤية كلها، وذكرت فيها فرص العمل المتاحة أو التي ستتاح إن شاء الله لخريجينا، وهذا أجمل ما نتطلع عليه جميعا إن شاء الله كجهة أكاديمية. دائما هدفنا الأول إن شاء الله الفرص الكثيرة التي تتاح لتوظيف خريجينا. أترك المجال للحضور الكرام بطرح الأسئلة أو التعليقات، وطبعا نرحب بشطر الطالبات معنا لو في أي أسئلة برضو عندهم. تفضل تفضل دكتور. حبيب الله تركستاني، كلية الاقتصاد والإدارة. الحقيقة يعني نشكر معالي الوكيل الأستاذ سلطان الشاوي على هذه المحاضرة الجميلة الحقيقة والمبسطة كما ذكر رئيس الجلسة. أنا سؤالي الحقيقة نعم قرب المكرمة. سؤالي فيما يخص عمل أو سوق العمل، كيف يمكن لقطاع التعدين في المملكة أن يتيح فرص وظيفية للشباب وأيضا للعنصر النسائي، وهل هنالك رؤية لدى الوزارة في هذا الشأن؟ وشكرا. تحب تأخذ الأسئلة كلها اللي ريحك. شكرا دكتور عبد الله على سؤالك. بالنسبة لي ذكرت أنا في المحاضرة النمو في القطاع، يعني عندنا هنا المهندس أحمد الوكيل المساعد عارف أنه كان في قبل 20 سنة المناطق المحجوزة للتعدين 28 موقع خارج المناطق، خارج المناطق 28 موقع، الآن أصبحت خلال الفترة هذه 341 موقع ومساحتها 65,000. هذه المواقع كلها خلال الفترة هذه النمو في المساحة، في نمو في التوظيف وفي عدد العاملين في هذه المواقع. فأيضا كان هناك مثلا 8 مصانع اسمنت موجودة في مناطق المملكة، والآن لدينا 18 مصنع خلال 10 سنوات، يعني خلال 30 سنة كان 8 مصانع وخلال 10 سنوات زادت 10 مصانع. هذا بس يعني، ومن مصنع جبس واحد إلى 27 مصنع. هذا سبب في يعني جذب كثير من الكوادر السعودية أنها تشتغل في مجال التعدين. الآن وصلنا إلى 65,000 موظف في قطاع التعدين، وهذا رقم يعتبر يعني رقم إن شاء الله نطمح له أكبر. لما تقول 65,000، ما عاد في الاقتصاديين عندهم معادلة معينة إنه إذا كان واحد يشتغل فعلي يكونوا في 4 مساندين، أو في مثلا في النقل في تجارة، في يعني في 65,000 مباشرين يمكن في قدم 4 مرات يكون غير مباشرين، يعني أكثر من 200,000 اللي هم غير مباشرين شغالين. والآن الدراسة اللي بتعدها وزارة البترول دراسة الاستراتيجية للتعدين إلى عام 35 تركز أهم حاجة فيها التوظيف، أهم حاجة على أساس في سعي إنه يضاف 100 إلى 150,000 موظف خلال 15 عاما القادمة بإذن الله إلى الموجودين حاليا كمباشرين.
وإن شاء الله يكون لأخواتنا وبناتنا الكوادر السعوديات يكون لهم نصيب في كبير في مجال التعدين. يمكن مجال التعدين في الحقول يعني، لكن المعامل والتعرف التعدين له بيحتاج يعني لمختبرات ويحتاج لمعامل، فأعتقد أنه راح يكون في، والآن يعني في موجودين الآن شغالين في الشركات، وشركات التعدين موجود العنصر النسائي، وحتى نحن في وزارة البترول والمعادن نرحب بوجود الكوادر الفتيات السعوديات اللي يشتغلوا عندنا. وعندنا في أعتقد إن عندنا مكتب نسوي في الوزارة. الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد. أشكر سعادة المهندس شاولي وسعادة البروف كنسارة. الحقيقة موضوع التعدين له صلة بالخطة الاستراتيجية العامة للوطن، وخصوصا في ضوء قرار ولي العهد في التحول الاستراتيجي. إذا كانت دولة زي الهند مثلا منعت تصدير القطن إلى الصين للاستفادة منه في صناعة الملابس في ذات الدولة الهندية، هل هنالك مراجعة مستمرة بحيث يتم تغيير بعض السياسات التعدينية وينال نصيب أكبر منها في موضوع زيادة القيمة المضافة داخل الوطن؟ وشكرا. سؤال مهم جدا، ولك الشكر على هذا السؤال، وهذه يعني قمة الوطنية. طبعا نظام التعدين يسمح بتصدير الخامات، ولكن وزارة البترول والثروة المعدنية حريصة جدا انه ما تصدر الخامات في صورتها الابتدائية، يعني ما الواحد بالجس بالشاول ولا بالبلدوزر طلع، وهذا كان من السابق. والآن هناك محظور تصدير الخامات الآن، يعني من تقريبا خمسة سنوات لا نصدر أي خام بشكله الطبيعي، لا تصدر إلا الخامات المصنعة والمركزات فقط. هذا يعني صدرت فيه أوامر إنه ما تصدر هذه الخامات، وتم إيقاف تصدير الخامات بشكلها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر سعادة المهندس سلطان على هذه المحاضرة القيمة وعلى المعلومات التي أضافت لي أنا كديولوجي حاجة جديدة، وبالنسبة لأخينا أكيد معلومة مفيدة. بالنسبة لقطاع التعدين في عام 1000 مع نهاية عام 2009 كان عدد الرخص اللي أصدرت من الوزارة وكالة الوزارة حوالي 10 رخص في التعدين. لاحظت الآن من الاستعراض للعدد الرخص نقصت حوالي 3 وأصبح العدد 10. هل هناك في عزوف من رجال الأعمال في الاستثمار خصوصا في المعادن؟